انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي يأتي المؤتمر برعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من الثاني عشر وإلى الثالث عشر من فبراير بمشاركة وزراء وعلماء ووفود على مستوى العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 15 وزيرا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامي ووفود من 75 دولة انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم وإحياء القيم الإنسانية المشتركة إن الإسلام نهى عن الإكراه في الدين وجعل الإكراه في الدين مرفوض لا إكراه في الدين و... والحقوق بين الجميع متساويه ومتوازيه، لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا وهذا المؤتمر في هذا الوقت ينص على ذلك ويحاول ان يظهر ذلك الى الجميع وان يبين ان المواطنه للجميع ونحن نتمنى من هذا المؤتمر ان يدعو الى التماسك من قبل سائر افراد المجتمع وسائر اطيافه من مختلف المعتقدات والثقافات الى الحفاظ على القيم الانسانيه والمفاهيم السليمه التي تركها الاباء من احترام الكبير والعطف على الصغير ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي بالفعل هذه الموضوعات نحن نحتاجها ونتطرق إليها بين الحين والحين من أجل أن نرسل رسالة سلام إلى العالم كله ان الدين لا يمكن ابدا ان يقام لا يق... ان يقام في بعيدا عن الاوطان وان الاوطان هي جزء من الدين نحث المجتمعات بان يكون هناك مرتبط بين بين المواطنه الدوله المواطنه وللمحافظه على المشتركات الانسانيه وفي بناء التفاهم في بناء التفاهم والتعاون الداخلي في كل دولة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الانتماءات الأخرى مواطنة مهم جدا اليوم ومفهوم المواطنة يجب أن نفهم بمبدأ وبإطار الدين الإسلامي والمسيحي لأنه بمفهوم المواطنة أنا برأيي نقدر نؤمن الحقوق كل فرد في مجتمعنا تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التربوية والتثقيفية ومن هنا كان دور المؤتمر للحفاظ على المثل العليا عند جميع الامم ومختلف الحضارات احمد الحسيني التلفزيون المصري